اوكي منتابع هلا. طبعا انا اللي قلتهم لحد هلا بضمن هذا الريمارك ما هني الا مجموعه معطيات اوليه قبل ما بلش هيك اتوسع اكثر اتعمق اكثر بالافكار. طيب رح بلش هلا اتطلع بالاي على انها ريل ماتريكس. ليش محتاج اني انا اعمل هيك؟ لانه طالما هي عم يعني عم شوفها كانتيجرز بقلب ماتريكس ما فيني اروح على الالجبرا. الجبرا بدنا انتم بتعرفوا انه الماتريكس بدها تكون معرفه على فيلد لحتى نقدر نشتغل. فاذا او بنشتغل على الار او بنشتغل على السي. انا بشكل عام رح شوفها بآر أو حتى بسي. خليني من الأساس أنا وياكم نشوفها كومبلكس، نشوفها كومبلكس ماتريكس لحتى نشوف كتير من الخصائص. فإذا أول شغلة رح أنا وياكم نشوفها 2-2 proposition. رح أخذ ببساطة let G be a regular, a k regular graph. طبعا صرنا نحن بالسبعة هون. اوكي يعني شو k regular؟ يعني dv بتساوي k for all v بالجي. then k is an eigenvalue of a g. طبعا رح اخذ على طول ال vg هي v1 etc vn، لانه كل ما بتغيروا ال enumeration كل ما بتتغير الماتريكس بس بضلهم similar matrices. فينا نبرهن هذا الشيء. اوكي then k is an eigenvalue of a g. إذن هون بلشنا نشعر بأنه في شوية علاقات for the moment غريبة شوي، أنه شو جاب هذه لهذه الشغلة. لكن هلأ لما أحط لكم البرهان رح تشوفوا أنه كتير بعدها بإطار المسائل البسيطة، لكن شوي شوي رح نبلش نشعر أنه عن جد في علاقة حقيقية بين عالم the graphs وعالم the matrices. أوكي proof لحتى لي. إذا أنا هلأ بيجي بقول لك لاقي لي، يعني مرة لاحظوا السؤال show that غير السؤال find. أحيانا فيني I may sometimes show without having the ability to find. أوكي أنا بقدر برهن لكم هلأ أنه أني مثلا والله polynomial degree تبعه 13 عنده real روت، بس قولوا لي جيبه ما بقدر جيبه. اوكي نفس الشيء هون. هلا انا مره بقول لكم find the eigenvalues of a g، مره بقول لك برهن لي انه k هو eigenvalue. لا تبرهن انه k eigenvalue، ها it will be sufficient to find a non-zero vector v such that a v بتساوي k v. مزبوط ولا لا؟ اذا هلا انا بهذا الشكل رح فكر ولا شيء، اطلع 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 لحد ما الاقي هذا الفيكتور v. let v بيساوي 1 1 etc 1. هذا مش بني ادم بي سي ان. هلا اللي عم تشوفوا كان فيني اكتب بي ار ان، ما لنا مشكله، بس اخذي لها بي سي بفيدنا هلا بعد شوي. طيب طلعوا بي اي في شو بيساوي؟ AV بيساوي summation ل A1J، J من 1 لعند ال N ضرب 1، مش راح احطها، summation A2J J من 1 لعند ال N etc summation J من عند 1 لعند N ANJ. شو رأيكم بحكي؟ طلعوا لي في شوي.
بطبيعة الحال أحيانا كتير نشعر حالنا إنه عم نشوف قدامنا أشكال مش كتير مهضومة، بس هي واقعا ولا شيء، بشكل بسيط جدا. بس اتخيل البرودكت للميتريسيز، أنا هلأ عم حط 1 اكسترا 1 وهون A11 لعند A1N. طيب بس بدي اجي اضرب هالتو ماتريسيز، بدي نيم ال 11 على هودي واحصل على اول تيرم هو A11 ضرب 1 بلس A21 ضرب 1 بلس بلس بلس، فاذا هو الصم لهودي. طيب والصم لها شو هي؟ قبل شوي حكينا انه هي DV1 DV2 degrees DVN، وهذا شو هو؟ هذا كي اكسترا كي، يعني هو بيساوي كي 1 اكسترا 1، وبالتالي كي سو كي از ان ايجن فاليو اوف اي. كومبليت بروف انه ايجن فاليو، ما في اي مشكله. اوكي، فاذا كون انا هيك برهنت انه الكي ايجن فاليو اوف اي. اكثر من هيك رح اعمل خطوه كمان لقدام. اذا كانت الجراف جي كي ريجولر، فاذا رح روح، خلوني إذا كانت، فإذا 2 3 proposition، إذا كانت الجي كي ريجولر such that، انتبهوا منيح شو بدي أحكي، NU intersection NV بيساوي 1 for all U different from V in G. إذا على طول ال intersection بين أي اثنين بالنيبرز بين اي اثنين هو واحد، then فاذا اذا باخذ الجي الفي جي هي في 1 اكسترا في ان، then غير انه الكي هو ايجن فاليو لاي، رح نبرهن انه كي بلس ان ماينس 1 از ان ايجن فاليو of b اللي هي تساوي a سكوير. اوكي، رح نبرهن انها هي هيك. وطبعا انتم هلا بجوز سبقتوني بالبروف انها هي هيك. ليش؟ لانه اتفقنا قبل شوي انه ال b كيف شكلها؟ شكلها dv1 اكسترا dvn، يعني k اكسترا k، وهون اللي هون بي اي جي اذا بتتذكروا كانت الكاردينال ل ان في اي انترسكشن ان في جي. قديش هون ال ان في اي انترسكشن ان في جي؟ هي 1، فاذا هذا كله هون 1. اوكي، كله هذا اللي هون 1، صح ولا لا؟ طبعا بتقولوا لي ليش في امكانيه تلاقي جراف هيك بتحقق هالقد تكون ريجولر ويكون اي يو في انترسكشن؟ اي طبعا، هذا تراينجل مثلا، اي اثنين عندهم واحد بس ان كومون نيبر وهي ريجولر. اوكي، يعني هلا انا فور ذا مومنت عندي هذه الشغله. اذا نفس الشيء اذا باخذ الفي هو 1 اكسترا 1، راح لاحظ انه بي في بتساوي كي plus n minus 1 ضرب v. أرجوكم إذا بتحطوا بتصفوا هون واحد 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 بتضربون، عم تجمعوا كل لاين، كل لاين شو هو؟ k plus n minus 1 k plus n minus 1. So k plus n minus 1 is a neighborhood of b. okay. هلأ لحد اللي قلناهم لحد الآن هي مجموعة ملاحظات بتصلح أن تكون يعني إلى حد ما بعد ملاحظات أولية، ما بتقنع حدا مثلكم أنه لا، إحنا فعلا في جسر
حقيقي وطبيعي، في حدا عامل هذا الجسر قبل ما، مش نحن عم ننشئه، ما بين هود العالمين. بدليل انا هوني بهذا المعطيات اللي هلا هون بطلب منكم انه برهنوا لي انه in this case بيكون كتير شاطر وقبضاي اللي بيقدر يبرهن لي انه k بتساوي radical ل k plus n minus 1 in this case. بعد شوي رح نرجع لها، بس انا بيني وبينكم همس رح حطها هوني على جنب لشوف اذا حدا بيقدر هذه الشغله انه هو لحاله يبرهنها. هلا طبعا لنقدر نبرهن هذه الشغله رح نلاحظ انه في عمق صار سواء بالالجبرا او بالكومبيناتوريك. هلا انا رح احط قدامكم new proposition رح يفرجينا 2-4 proposition. فاذا بهذا البروبوزيشن نحن رح نروح باعمق مما مشينا لحد الان. رح اقول انا let lambda be an eigenvalue of let lambda be an eigenvalue of AG لحتالي ما نضيع اللي هي بسي ان. اوكي يعني انتو يمكن بتحطوهم هيك النوتيشن اللي بتستخدموها A C N مثلا. اوكي يعني set of square matrices of dimension N with coefficients in C. المهم الحاصله انا لامدا is an eigenvalue of AG يعني لامدا ان من حيث المبدا بيكون ب سي. بيقول لك then لازم يكون لامدا اصغر من دلتا من دلتا جي. اوكي فيني برهن انا انه بمثل هذه الحاله اللامدا بده يكون اصغر من دلتا جي. هون صرنا مضطرين هيك نتوقف شوي بعقلنا وباحساسنا انه من حيث المبدا كل الايجن فاليوز ولوازمهم وتوابعهم واللي هو مرتبط فيهم من حيث المبدا ما في شيء بيربطهم بدلتا جي. مظبوط ولا لا؟ بتقولوا لي مبلا في رابط انه انت بالاي جي صفيت 1111 كل ما تاخذ صم للاين هو بالضبط الديجري ها. فاذا في شيء من الرابط بهالحدود انا موافق، بس بيقوم بيطلع معي دائما علاقه بين الايجن فاليو والدلتا جي. هذا اللي هو يمكن بده شويه انتباه انه اذا فعلا قدر برهن لنا اياها الاستاذ واللي هي برهان كتير سهل انا بطمنكم منبلش نحس أكثر وأكثر بوجود علاقة طبيعية ما بين الماتريسيز من جهة والجرافس كومبيناتوريك أوبجكتس من جهة تانية.